صباح الخير عليكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من برنامج ابدأ بنفسك، زي ما عودناكم دايما جايين لكم بكل جديد. طبعا في البداية برحب بيكم كلكم، وحابب أرحب بزميلتي ميار شكري. ازيك يا ميار؟ ازيك يا كريم، عامل ايه؟ طبعا النهاردة موضوعنا مختلف وشيق وجديد شوية، وفي الفترة الأخيرة اللي بقى بيحصل انه كتير من الناس بدأت تعمل قنوات على اليوتيوب، وبدأت تاخد الموضوع كمهنة وكمشروع وتستثمره في حاجات مفيدة، وفي البعض الآخر بدأ يستثمره في أمور مش لطيفة طبعا. فإحنا بقى خلينا في الجانب الإيجابي دايما اللي إحنا بنتكلم عنه، الجانب الإيجابي اللي إحنا بنتكلم عنه دايما وبنحب نعرضه لحضراتكم. فعلشان كده النهاردة إحنا استضفنا مواهب، طبعا مش هنقول شابة، لأ ده هما لسه أطفال وفي سن صغير جدا جدا. معانا طبعا النهاردة الطفلة سلمى الأزلي وسما الأزلي، ازيكم؟ وطبعا معانا والدتهم النهاردة أستاذة هبة عوض، أهلا وسهلا بك. أهلا حضرتك. في البداية بقى عايزين ان انتوا تعرفونا بقى بنفسكوا اكتر كده. سمعنا ان انتوا عندكوا قناة يوتيوب، وسمعنا ان انتوا بتعملوا حاجات حلوة كتير. ايه موضوع القناة ده؟ هي قناة ترفيهية، يعني احنا فاتحينها لان احنا اصلا قبل ما اتكلم في المايك عشان اسمعك. يعني احنا قبل ما كنا بنفتحها كنا بنعمل فيديوهات وما كناش بننزلها. فبعدين بقى انا قلت لماما ان احنا عايزين نفتح قناة وننزل بقى عليها الفيديوهات وكده. ايوه، يعني انت قصدك ان انت بدأتي تستخدمي دي كمنصة. طيب وانت ادينا رأيك في الموضوع. عادي، كانت حلوة اوي. كانت حلوة اوي ازاي؟ سلمى، لا انا عايزك تديني رأيك في الموضوع، بدأتي فيه ازاي؟ كنا نعمل فيديوهات بس مش بننزلها، وبدأنا ننزل وبس. طب ليه ما كنتيش بتنزليها؟ عشان ما كنتش بعرف. ومين اللي قالك تنزليها؟ يعني مين ساعدكم ان انتوا تبتدوا تعملوا القناة بتاعتكم على اليوتيوب وتشغليها؟ انا قلت لماما. طيب وبعد كده بقى، يعني خلينا ناخد من جملة ايه قلت لماما، ماما بقى كان ايه دورها في الموضوع؟ هما كانوا بيعملوا فيديوهات دايما وما بينزلوهاش، يعني انا كنت رافضة الموضوع شوية. ف بعد ما شفتهم يعني واتفرجت عليهم قلتهم تمام ماشي، يعني طالما حاجة مفيدة وما فيش فيها ضرر خلاص. طيب وإيه بقى الحاجات المفيدة اللي هما بيعملوها ما فيهاش أي ضرر؟ يعني بيرسموا، بيعملوا أي حاجة هما عايزينها، يعني بشوفها قبل ما يعملوها. ف تمام. بيغنوا، بيعملوا حاجات ترفيهية ليهم هم يعني، فبينزلوها حاجات ترفيهية بدل ما فيش خروج، يعني كورونا وقاعدين في البيت وكده وما فيش خروج، فيطلعوا طاقتهم في الفيديوهات. طب هو كان في سبب لحضرتك ان حضرتك ما توافقيش اساسا ان هم ينزلوا الفيديوهات بتاعتهم او لا؟ هو بس انا كنت خايفة ان هم يتعطلوا عن الدراسة بتاعتهم ومذاكرتهم وكده، فيعني بعد الحح يعني وقالوا لي يا ماما احنا هنعملها، فقلت مش مشكلة ما فيش فيها ضرر يعني، فهيذاكروا ويعملوا، يعني اللي هو ما فيش مذاكرة ما فيش فيديوهات. طب احكي لي، انت بتعرفي بقى تقسمي الوقت ما بين ان انت بتذاكري وبتغني وبترسمي، ولا ما بتعرفيش تعملي كده؟ بعرف. بتقسمي الوقت ازاي بتاعك ومين بيساعدك في ده؟ يعني مثلا الاسبوع كله ببقى عاملة مثلا يوم فيه او يومين بصور فيهم فيديوهات، واللي بيساعدني فيه اخويا اللي بيصورني فيه وبيساعدني فيها وكده. بيساعدك ازاي بقى؟ يعني هو اللي بيجيب لي الفيديوهات وبيعمل المونتاج وبيعمل كل حاجه، يعني هو اللي يعني هو المخصص القناه، يعني انا اصور انا وبس. هو اللي بيديرها. تمام. طيب احنا كل ده معرفناش بقى ايه المواهب دي، يعني انتوا بتعملوا ايه؟ فيديوهات، جوه الفيديوهات بنعمل ايه جوه الفيديو؟ يعني انا برسم انا وسلمى، وبنغني وبنعمل حاجات كتير برضو في الفيديوهات الترفيهية، لو مثلا خرجنا بنصور فيديو وبننزله كده. تمام. طب مين بقى اللي بيغني؟
انا. انت بتعترف عليها على طول كده. طيب عايزين نسمع حاجه. ماشي. بصي الكاميرا معاك اهي ومنك للجمهور واطربينا بقى. البنات البنات ألطف الكائنات، غنوا يا تلميذات طفاطي في طاطا طا. البنات البنات ألطف الكائنات، غنوا يا تلميذات طفاطي في طاطا طا. قولوا يا بختنا يا بختنا يا بختنا، قد ايه كلنا 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 فرحانين اننا اتولدنا بنات. البنات البنات ألطف الكائنات، غنوا يا تلميذات طفاطي في طاطا طا. البنات حنينين كلهن طيبين، همهم خدمة بلدهم زيهم زي البنين. البنت زي الولد ماهيش كمالة عدد، في الاحتمال والجلد مذكورة في المعجزات. البنات البنات ألطف الكائنات، غنوا يا تلميذات طفاطي في طاطا طا. لا جميل قوي بصراحه، برافو عليكي. بتضحك على ايه؟ فشتك. بتضحك على ايه بجد؟ طب انا سمعت بقى ان انت بترسمي. اقول لنا الرسم كده يا سلمى. بترسمي فعلا؟ اه. طيب ممكن نشوف الرسومات دي؟ ماشي. اه وريها في الكاميرا هناك. بص ورينا كده. دي طبعا الرسومات اللي بترسمها سلمى صح؟ في حاجة تانية؟ هي رسمة في الكراسة دي كلها. ايه؟ الكراسة دي كلها. هو انت عندك كام سنة يا سلمى؟ 8 سنين. امسكي الكلمين في المايك. 8 سنين. 8 سنين؟ اه. ما شاء الله. اقلب تاني. انت جابه هنا ايه بقى؟ ده الحركه الكوريه. اه الحركه دي معناها ايه؟ كوري بيعملوها. بيعملوها. طب بيعملوها ليه بقى؟ لا هو ايوه هو في فرقه اسمها بي تي اس كوريه، فهي الحركه دي بتاعتهم، فانا بحبهم فرسمتها كده، وسلمى برضه شافتها مني فتعلمتها ورسمتها. الثقافة عدت كوريا خلاص. تمام. طبعا دي بقيت الرسمات زي ما حضراتكم شايفين. طبعا اللي رسماها سلمى. ماشي يا سلمى. طيب حضرتك بقى عايزين نرجع لحضرتك أستاذة هبة. بتقدري بقى تنمي ده ازاي فيهم يعني؟ والله هم بيقولوا يا ماما احنا بنشوف فيديوهات وعايزين نعمل فيديوهات، فانا بشوفها الاول يعني، انا بشوف الاول الفيديوهات دي عباره عن ايه، يعني هيقدروا يعملوها ولا لا. يعني اللي هو برضو لسنهم يقدروا يعملوا الفيديو لسنهم، فيعني ماشي مع سنهم لان المتابعين بتاعهم اطفال، فبشوف المحتوى الاول يعني المحتوى عجبني بقول لهم تمام ماشي. ف يعني هي على فكره الفيديوهات مساعداني في المذاكره، يعني اللي هو مش مفيش مذاكره ومش هتذاكروا يبقى مفيش فيديوهات يعني. ف يعني هم واخدين ان العمل ده ترفيهي. اه ترفيهي ليهم يعني مش اكتر يعني. طيب يعني بما ان حضرتك برضو ام، فانت توجهي او تنصحي امهات مصر يعملوا ايه او يستغلوا الوقت الصح لاولادهم ازاي؟ والله انا بقول لهم يعني كل ام تشوف المواهب اللي عند الاطفال اللي عند ولادها وتنميها ليهم، ويعني زي ما انا بعمل معاهم كده، بشوف المواهب اللي عندهم يعني، بشوفها عايزه يعني رسم بساعدها في الرسم،
اي حاجة تانية هي عايزاها، يعني طالما هي هتساعدها في المذاكرة. انا اهم حاجة عندي الشيء الاساسي كده عندي اول حاجة التعليم. وسما ما شاء الله عليها دايما الكبيرة، سما دايما الاولى، فالحمد لله يعني. فده مخليني كل ما تقولي على حاجة اقول لها حاضر، طالما مش مقصرة في التعليم. طيب في حاجة بقى عايزين برضو نسأل حضرتك فيها، ايه الكومنتات اللي قابلتك سلبية او ايجابية وتعاملتي معاها ازاي؟ نبدأ بالايجابي. يعني اوقات بيخرجوا يقولوا لي ماما احنا عايزين نصور كل حاجة احنا بنعملها، ف اقول لهم مش كل حاجة بتحصل في البيت لازم نصورها ونطلعها على القناة، يعني في حاجات شخصية برضو ما ينفعش ان احنا نصورها ونذاعها او حد يشوفها. يعني خليكم انتوا في اللي هي ايه، الحاجات اللي هي الترفيه العادية اللي عادي، مش حياتنا نفتحها كتاب مفتوح الخصوصية يعني. ف يعني لا بس هو الناس الحشرية حشرية كده كده يعني، فتحتي الخصوصية قفلتي الخصوصية مش هتفرق. لا لا لا، دي حاجة تخصني. ف يعني انا ما يهمنيش بقى ناس حشرية مش حشرية مع نفسهم، طالما ما يعرفوش عني حاجة خلاص. يعني انا بحتفظ بحياتي الشخصية انا، لكن الحاجات اللي هم بينزلوها حاجات عادية جدا وترفيهية، يعني مش ما فيش فيها حياتنا الشخصية يعني. طب ايه هي الانتقادات او الكومنتس اللي ما كانتش بتعجبهم وكانت بتأثر عليهم ازاي؟ والله الحمد لله لحد دلوقتي ما فيش حد بينتقدهم، لان هم ما شاء الله عليهم ما بيعملوش حاجه ان هي تستاهل ان حد ينتقدهم فيها، بل بالعكس دايما بيطلبوا منهم يقولوا لهم احنا عايزين كذا، احنا عايزين مقالب، احنا عايزين فلوجات، احنا عايزين، يعني هم بيطلبوا، لكن نقد الحمد لله لحد دلوقتي ما فيش نقد. طيب ومفيش حتى نوع من انواع مثلا الانتقادات البناءة اللي هو لا ده هم وحشين في النقطة الفلانية، بس لو كانوا اهتموا بكذا كانوا ظبطوا الدنيا شوية؟ هو يعني ممكن حاجات خفيفة بس كده، كم نقد خفيف اللي هو ايه في التصوير بس، لكن في الأداء اللي بيعملوه لا مفيش. يعني اللي هو ظبطوا التصوير كذا، طب اعملوا كذا، طب يعني، لكن نقد في الفيديوهات او الحاجات اللي بيعملوها لا. طيب سما او سلمى او انتوا الاثنين، ايه اكتر فيديو عجب الناس انتوا عملتوه؟ كانت ايه فكرته؟ مين اللي هيتكلم الاول؟ المقلب. كان ايه بقى فكرة المقلب؟ سما كانت حاطاني في حاجة كده ورشت عليا مية ودي ميه ودقيق. وانتي كان بالنسبه لك الموضوع ده عادي؟ لا. لا ازاي؟ طب انتوا اصلا كنت متفقين مع بعض ولا ده كان فعلا؟ لا لا بصراحه. لا والله. قولي انت يا سما، انت عملت المقلب؟ هو انا كنت قايله لسلمى ان انا هعمل لك مفاجاه، وطلعت على السطح وقلت لها انا جايبه لك عجل، يعني ضحكت عليها عشان برضه ما تشكش في حاجه، وصورت وقلت بقى الحاجه وكده، وبعدين قلت لسلمى خلاص اطلعي، غمضت لسلمى عينيها ودخلتها في حاجه كده طويله، وحطيت ورشيت عليها ميه ودقيق وكده، بس هي ما كانتش تعرف خالص. كان ايه ردة فعل الناس بقى على الفيديو ده؟ قالوا لنا اعملوا مقالب كتير تاني، لان يعني ده المقلب الوحيد اللي احنا عاملينه على القناه. بس انا كنت شايف لك فيديو وانتي عامله مسابقه وعمالي تقولي استنونا وهنعمل مسابقات ونعلن عن جوائز، واستنيتي وما خدتش جوائز ولا عملت حاجه، ليه بقى؟ ايه بقى كانت المسابقه دي؟ ايه؟ المسابقه اللي انتوا اول فيديو نزلتوه خالص، قلتوا استنونا كده. إيه كان فيديو تعريفي. خليها تتكلم بس في المايك. قلتي هنعمل مسابقات. بداية أول الفيديو فيديو اللي هو أول فيديو تعريفي. لا تحديات وبقى ورجعت. فين التحديات بقى؟ عملتوا إيه في حتة التحديات؟ حاجات كتير. زي إيه بقى؟ فاكرة أي حاجة منهم؟ إيه هي؟ جبنا أندومي واللي خلص الأول، بس ما هي اللي كسبت. هي اللي كسبت؟
طب كسبت ايه؟ ان هي خلصت يعني الاندومي؟ طيب طب يعني انا لو حابب اشترك معاكم في التحديات دي هكسب ايه؟ لا ما يعني حطوا لي جايزه بقى عشان اتحمس اكتر. طيب عايز اسالك كمان سؤال غير بقى التحديات، انت قلتي بنعمل تحديات ومقالب وايه كمان؟ فلوجات. ايه؟ فلوجات. طيب عملتي ايه بقى كده؟ شرحتي لي المقالب وشرحتي لي المسابقات صح؟ الفلوجات بقى عملتوا ايه بقى؟ لما بنسافر بنصور وبنصور كل حاجه. زي ايه بقى؟ ايه اشهر منطقه روحتيها كده وصورتي فيها؟ مدينة الإنتاج. القاهرة. وبصي ممكن تدي بقى المايك لسلمى، انا حاسس انها بمتحنك بصراحه. حسيتك خلاص استنفذت طاقتك. في اماكن زرتوا اماكن سياحيه او حاجه؟ الاهرامات ورحنا المتحف وصورنا كل ده، يعني كل الحاجات اللي احنا بنروحها بنصورها وصورناها ونزلناها. طيب ده بالنسبه للفيديوهات اللي كانت بتعجبكم، الفيديوهات اللي انتوا بقى شايفينها صعبه او شايفينها ان انتوا لا مش عايزين تعملوها تاني، الناس ما حبتهاش، كانت ايه هي؟ هو كان اول فيديو انا ما كنتش عايزه اعمله بس هو عجب الناس، اللي هو الخيال ضد الواقع. ده كان انا ما كنتش عايزه اعمله بس لما لقيت عجب الناس عملنا منه بقى كتير. يعني لا يعني ايه فيديو اعرفي الناس الاول، يعني ايه فيديو الخيال ضد الواقع بتعملوا يعني ايه؟ مثلا المدرسه اللي هو التخيلات، اللي هو اقوم الصبح ابقى عايزه اروح المدرسه وكده، ده ايه خيال. اما الواقع بقى سلمى هي اللي عملته، اللي هي لما بنقوم الصبح ما بنبقاش لسه عايزين، لسه بقى هنفوق ونروح المدرسه وكده يعني. طيب وبتقدروا بقى تنظموا وقتكم ازاي ما بين المدرسه والفيديوهات؟ واكيد انتوا بتعملوا حاجه غير الموضوعين دول، في حاجه بتعملوها تاني؟ يعني اللي انا فهمته ان انتوا دلوقتي بتروحوا المدرسه وبتمارسوا موهبتكم في قصه الفيديوهات دي على اليوتيوب. في اي حاجه تانية بتعملوها؟ وطبعا في سلمى بترسم مظبوط. في اي مواهب تانية ولا هي المواهب دي بس اللي انتوا بتعملوها؟ لا هي دي. يعني انت مثلا احكي لنا يومك كده بيمشي ازاي، بس اليوم بقى اللي هو في مدرسه. بقوم الصبح الساعة 7 وبلبس هدوم المدرسة بقى وبغسل سناني وبصلي وبفطر، بعد كده اروح المدرسة. ماما بتعمل ايه على الفطار؟ بتشربني لبن، متأكد انه بيه. لا لا مش للدرجات. تمام كمل. انا اقصد من ناحية ان انت بتنظمي وقتك ازاي بس. لما باجي من المدرسة بعمل الواجب وبخلص حاجاتي. انت اللي بتعملي الواجب من نفسك ولا ماما بتقولك اعملي الواجب ودلوقتي لا هنغني ودلوقتي هناكل؟ لا في اوقات مش على طول، يعني انا على اوقات بعملها كده، عشان اوقات لما باجي من المدرسه ببقى مش عايزه انام وببقى كده فايقه وكده بعمل انا الواجب. بعدين لما ببقى جايه من المدرسه بقى مش قادره وماما بتقول لي اعملي الواجب الاول بعد كده ابقي نامي شويه كده. طيب ومين؟ احنا عايزينك تغني لنا اغنيه كمان. حافظه حاجه؟ لا. طب وسامه انت مش بتغني؟ سلمى بتغني، غني لنا بقى. يا بوز عايزة أقوم صلي، ده انت فري حلم تولي، خلي مراتك زعزوعة تلحق تطبخ وتقلي، لسه الشهر اتنين منه وتجيب عمران على سنه، لسه الشهر اتنين منه وتجيب عمران على سنه. هو يا محلى يوم الجمعة والغدوة رز بدمعة واللحمة كمونية والرز بالتقلية، يا بوز عايزة أقوم صلي يا لا 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 لا. الله جميل. بس انتي طبعا ايه لسه صاحية من النوم انا عارف ومكسوفة وبتاع، بس لا ما شاء الله عليك. طب قوليلي يا سما بقى انتي حابة توصلي ايه في الاخر بعد ما طلعتي معانا وهتعملي فيديوهات اكتر والناس هتشوفها اكتر، حابة توصلي لايه؟ يعني حابة يعني تعملي ايه قدام؟ نفسك تبقي ايه؟ اعرف ارسم اكتر.
يعني تبقي رسامه كبيره اصلا. يعني انت عايزه لما تكبري تبقي رسامه كبيره؟ اه. وانت؟ انا عايزه ابقى دكتوره. سلام. ايه؟ دكتوره؟ مين. ومش عايزه تاخدي اي خطوه تانية في موضوع الفيديوهات اللي انت بتعمليها الناس تعرفها اكتر؟ لا، وطبعا عايزه كمان القناه تكبر عشان يعني الناس تشوفها اكتر ويبقى فيها ناس تشوف الفيديوهات اكتر وكده. ما هو عشان القناه تكبر او اي حاجه عامه تعمليها في حياتك تكبر اكتر، لازم تبقي حاجه مميزه فيها او تعملي فيها حاجه مميزه، حاجه الناس التانية ما بتعملهاش. انت فكرتي يعني بقى ايه المميز اللي ممكن اعمله من القناه بتاعتك ازاي؟ هو انا يعني ما بعملش حاجه فيها اصلا، هو انا بصور واخويا هو بيمنتج وبيعمل بيجيب لي الفيديوهات وكده، وبيحاول برضو يجيب حاجه مميزه غير برضو الناس اللي عاملينها التانيين عشان تبقى حاجه مميزه والناس كلها تتفرج عليها كده. تمام. طبعا احنا النهارده استمتعنا بحلقه جميله جدا، وطبعا بنشكر ضيوفنا سلمى وسما ووالدتهم استاذه هبه. وطبعا قبل اي حاجه انا بشكر زميلتي ميار، ونتمنى تكون استمتعتم بالحلقه دي، واستنونا في حلقه جديده يوم السبت الجاي.